السلام عليكم، هسنا نبلش شرح هذا السؤال. هذا السؤال بحكي لك بكل بساطة، في عندي سيارة A وبلوكها B أو صندوق B و A بتدور. هسا من خلال الشكل بعرف إنه A بتتحرك لليمين و B بتتحرك لفوق وتحت. تمام. فبالتالي فمعادلة الحبل شو بدها تكون؟ أو طول الحبل. طول الحبل هو عبارة عن هذا الحبل اللي هو عبارة عن H ناقص واي، ف اتش ناقص واي. بعدين عندي هذا الحبل حبلين، يعني زائد اثنين في. قديش طول المثلث هذا؟ هذا ايوها هذا مثلث. قديش طوله؟ هاي اكس وهاي اتش. فطول الوتر هي اكس تربيع زائد اتش تربيع تحت الجذر. ليش؟ انا باخذ طول الوتر في اثنين، طبعا لا ننساها. هاي شو بتساوي؟ طول ثابت اللي هو طول الحبل. اشتقها زيرو بدها تساوي الاتش، ما هي الاتش ثابتة من البكرة للأرض، بالتالي زيرو ناقص واي. الواي اللي هي مسافة حركة بي، فبالتالي مشتقتها هي بتتحرك، هي واي دوت زائد اثنين في. بس ايش هذا؟ جذر تربيع صح؟ احكي اثنين اكس في اكس دوت على اثنين في الجذر نفسه، اكس تربيع زائد اتش تربيع. فبيطلع مع واي دوت. واي دوت شو بتساوي؟ بتساوي هذا الرقم، اثنين بتطير مع الاثنين. هسه الواي دوت شو هي؟ واي اللي هي حركة بي صح؟ بالتالي في بي. طيب واكس دوت، اكس دوت هي عبارة عن حركة اي، فبالتالي في اي. فبالتالي في بي بتساوي اثنين اكس اي، ففي في اي على الجذر التربيع اكس تربيع زائد اتش تربيع. وهذا هو الموجود في القانون هون. يعطيكم ألف عافية.